بغيتي يكون عندك بزاف ديال القراء واحد الجمهور كبير، لا هذا سي بحال قلتي واقع. هذا اللي تيجرنا، اسمح لي السي محمد، وغادي ندرجوا معنا الاستاذ محمد مليلس حتى هو باش يجاوبنا على هذا السؤال. موضوع الحلقه اليوم هو مغاربه يكتبون بالانجليزيه، ليس هناك مجال البحث ولكن الكتابه على مستوى الادب، على مستوى الشعر، على مستوى المسرح، على مستوى البحث الادبي، ان هناك مجموعه من المغاربه اليوم اللي تيكتبوا ماشي غير في المغرب قاطنين، كنا تكلمنا على هذه الامور في الكواليس، مغاربه قاطنين في المانيا، في انجلترا، في استراليا، في نيوزيلندا، في الولايات المتحده الامريكيه وفي كندا وحتى في دول اوروبيه، يلتجؤوا للكتابه بالانجليزيه نظرا لهذا الصيت الواسع، لان ملي كتنشر بالانجليزيه عند القراء اكثر. والسي محمد تكلم على نقطه مهمه، وان هذاك الكتاب الى تنشر في امريكا راه ملايين النسخ، وحنا في المغرب كنتكلموا على مئات النسخ الا كنتي عندك نجاح ككاتب. وما هذا ما بالك الا كتبتي بلغه انجليزيه كلشي ما تيقراش، وما بالك الا كتبتي على موضوع اللي هو خصوصي بحال مثلا القانون ولا القضاء والمرافعات، اللي القليل هما اللي غادي يهتموا به.